نحن مثل ما تعودنا عليكم على طول بنات مبدعات، نحن طالعين نوصل رسالة. خوف ما بدنا، ما بدنا أي شيء يأثر علينا، لأنه نحن بنعرف إننا طالعين حتى نفرح كل الأطفال. بداية كما يقال لا ربيع بلا أزهار ولا بسمة بلا أطفال، فهي هاي موضوع البسمة أول انطلاقتنا. فأنا بعد الضغط اللي عانى منه معظم الأطفال متواجدين بالحي، من قصف، من جوع، من حصار، جميع هاي الظروف هيك تراكمت عليهم، هني ما عاشوا طفولتهم. فحبيت إنه هيك عن طريق اختيار مجموعة من الأطفال اللي عندهم مواهب مثبوتة من حوالينا كذا هيك، يعني كانت قومات بسيطة جدا. ليش مشاركة بالفرقة؟ أنا أحب هذا الشيء مشان أطلع فرحتي فيه.